تسجيل يا حاج. ايوه يا استاذ. مش هينفع تسجيل. ليه ما ينفعش؟ العقد اهو وعليه يمضي تقويه وبصمته كمان، ما ينفعش كتير يا حاج. مش هينفع، اخوك شمس الجمال مفيش ارض باسمه. انت بتخربط خربيط على فكره. انت عايز تلف راسي ولا ايه يا حاج؟ انا لف لك راسك ولا حاجه. اها الاملاك والاطيان اللي باسم شمس فخر محمود علي الجمال تم بيعها بيع وشراء لصالح زهرة شمس فخر محمود علي الجمال، وده تم بموجب توكيل رسمي عام من شمس لبنته زهرة. والله الحكاية دي تضع في أرقام. ناخد على قفانا ونسكت؟ لا مش هنسكت يا شمس. قلنا المرض هده ورجع لثوابه، أثر الديب عمره ما يهده مرض. يا جماعة نفهم الأول. جايز في حاجة غلط، نصبر شوي. ما عادش فيه صبر. اطلع واجهنا يا شمس. اطلع واجهنا وبطل دسدسة. في إيه؟ خبر إيه؟ عاملين غاغة ليه؟ كل ما قلبي يصفى من تلاك يا أخوي ترجع تعكر من تاني يا واد أبوي. وديني ومعبودي ما حسب حقي يا عمي. في إيه؟ بالراحة على خيكم، ما تنسوش إنه الكبير. وبعدين قال لكم في إيه؟ انطقوا. أخوك بيلعبنا، فكرنا عيال صغيرين بيحايلنا، لكن لا، حقنا يلزمنا، مش هنفرطوا فيه. وبعد قالكم عاد ما قلنا فيه ايه؟ اقول لك يا شقيقي، رحت اسجل الارض اللي انت كتبتها لي، لقيت العقود اللي انت كتبتها لنا كلها من ثانية. املاكك كلها بيع وشراء باسم زهرة. ايه؟ كيف ده؟ ازاي يعني؟ كيف ده؟ ازاي يعني؟ ايوة، ما احنا صغيرين. مع وس هلفطة في الحديد. انا بقول فيه ايه؟ لسه هنعيده تاني يا اخوي. قلنا نقفله على الجديد. ليه بتنخرب فيه؟ بتدور على المشاكل ليه يا اخوي؟ في ايه؟ مالكم؟ جايين بربطة المعلم وعاملين غغا ليه؟ من هنا ورايح الحديد معايا أنا وبس. زهرة الجمال أبوي ملوش دعوة. إيه؟ أبوكي ملوش دعوة؟ أنت يا زهرة؟ الضربة تجي منك أنت؟ حقكم وصلكم من زمان. أبوي كان بيديكوا فلوس، وأنا كنت بشيع لكم من وقت للتاني وبديكوا فلوس. حق إيه اللي أنتوا عاوزينه؟ أرضنا يا بنت أخوك. بح، خلاص شطبنا. شمس الجمال ما يملكش حاجة، أنا اللي أملك. من هنا هو رايح ما عاوزاش حديد تاني. هتندمي. اسمع يا عمي، أنا ما عاوزاش أسمع حديد تهديد. عاوز أشوف فعل قدامي، وأعلى مفخلكم تركبوه. والحديد لحد هنا خلص. الحكايه لسه ما انتهتش يا زهرة، والايام بينا. بينا يا ابوي. انت يا زهرة تعمل كده؟ انا مش مصدق. كيف قلبك طوعك تعمل كده؟ انا لسه نفسي مش شعبط في الحياه. تورثيني بالحياة، تورثيني غصب. مش معقول انت زهرة بنتي كاني اكلتك بالحرام. حد يعمل في ابوهك ده يا زهرة؟ طلعي نفسك بالحكاية ده يا عم وهبقى فاهم. بصي يا بوي،
أنا قلت لك قبل سابك مش هسمح لك تضيع ورثنا وتبحتره. ماشي؟ بالإذن يا أبوي. بيحصل معايا كتير كتير قوي يا شقيقتي. عمري ما تمنيت الموت قد اللحظة دي.